كاينين في الوطن. طيب حسب ما حدثتيني في الكواليس رانيا، وكل عضو من هذه الشركة الناشئة يعني من ولاية، مثلا أنت من ولاية باتنا ليس كذلك رانيا؟ يس، من ولاية باتنا. نعم، تحدثت صباحا مع رياض الذي طبعا هو عضو في المؤسسة من ولاية البليدة. طيب كيف التقيتم في إطار تكوين هذه الشركة الناشئة الرائدة أقل ما يقال عنها؟ أولا هي بدأت قبل تقريبا 4 أو 5 أشهر من هواوي نظموا البرنامج العالمي يكون في العالم كامل من بينهم الجزائر، وين يعيطوا لماجور ديبلومو أو الأوائل في الإعلام الآلي، في الإعلام الآلي من جامعات الجزائر كامل. دونك عيطوا بين 2 إلى 4 طلاب من كل جامعة وينمونا كامل في الجزائر العاصمة، دارونا تكوين في مجال التكنولوجيا من بينهم 5G انتليجنس ارتيفيسيال كلاود. وفي نفس الوقت كان عندنا مشروع نخدموا عليه اللي هو انه نلقاو مشكل في لونفيرمون تاعنا ولا في لاسوسيتي تاعنا ونسيو نحلوه بلا تكنولوجي. دونك حنايا كي وصلنا لتما كانوا قسمونا على ديزيكيب على حسب لي كومبيتونس تاعنا، من بينهم ليكيب اللي دارت فالماي، تعرفنا على بعضنا في الأيام الأولين، كانوا تقريبا أنه تعرفنا على كل واحد والكمبيتنس تاعو، وكنا نحوسوا على مشكل حقيقي باه نقدروا نحلوه بلا تكنولوجي. بعد تقريبا 4 إلى 5 أيام كنا لقينا هذه المشكلة، سينا نشوفوا أسكو لقاو لها حل والله، خاصة هنا في الجزائر لقينا بلي ما عندهاش حل، شغل حتى الفلاحين متقبلين فكرة أنه القمح تاعهم يمصد القمح وخلاص. دونك فينا خممنا في الاول انه نديروا بيلوبو، لقينا باللي راح يصاوب دي بروبلام مع لي روبو، كيما مثلا انه الروبو راح يقدر يفز هذاك يفز القمح كي يكون يباكوري في القمح على القمح تاعك. دونك بدنا خمينا كثر، لقينا باللي تصلح دي درون، بدنا قرينا كثر على هذا المرض، لقينا باللي لو كان نديروا الكشف المبكر راح نقدروا نقصوا في راح نقصوا في ما نقدروا نقدر على هذاك المرض من الاول. درنا ريسيرش. من بعد في اليوم الاخر من هذا البرنامج كانت كاينه مسابقه بين ليزيكيب تاع الجزائر وليزيكيب تاع الاسبان، وين حنايا في هذه المسابقه يعني ليكيب تاعنا. دونك بدنا كملنا بعد هذه، كنا هنايا كانت بريزونسيات ما كنا نتلاقاو كل يوم نخدمو، بعدها ولينا نخدمو اون لين تاك فور جود مال الكومبيتيسيون جلوبال هذه، ولينا نديرو ديميت نسييو العشاء تاع الليل 8 تاع الليل على حسب وقتنا، سيرتو كي حنا بلاص كامل قراو نسينا نديرو ديميت ونتقاسمو لي طاش. كنا مدايرين تما جروب مع بعضنا، كل واحد يخدم لا طاش تاعو يجي يبارطاجيها، من بعد نكومبليتي مع بعضنا لي طاش حتى النهار الاخر وين هواوي عيطتنا كيقلب الجلوبال، طلعنا مع كيتكاليفينا مع لي 11 فيناليست. اكيد كان عندنا دعم من هواوي اولا لانهم هما اللي من هذا البرنامج اللي تعلقنا على بعضنا والكومبيتيسيون تاع هواوي. ثاني حاجه من المانجر تاعنا فريال حسين اللي كانت معنا في طول الطريق وكانت دعمنا باش نشاركوا في باسكو بعد ما كملنا هذاك البرنامج تقريبا بزاف دي زيكيب حبسوا عند البرنامج هذوك ما زادوش شاركوا في الجروبل. كانت فريال دي كانت ديما تشجعنا باش نشاركوا، وما كنا كنا كنسميو في الفرقه كنا نسيتيو حابين نطوروها اكثر، دونك طورناها وشاركنا.